وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت إلى 40% من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية. وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي أن مصر لم تساهم بشكل كبير في الانبعاثات الحرارية، لكنها من أكثر الدول تأثراً بتداعياتها. أنا عايز أقول إن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت الآن إلى حوالي 40% من إجمالي الاستثمارات العامة. والحقيقة إن شاء الله خلال 2024-25 ستصل هذه الاستثمارات إلى 50% من إجمالي الاستثمارات. مصر ما كانش ليها مساهمة كبيرة قوي في الانبعاثات، يعني إحنا 6% من إجمالي الانبعاثات الحرارية العالمية. مصر يعني تعد من أكثر الدول تعرضاً للآثار الناجمة عن تغير المناخ.